عدنا من جديد أعزائنا المشاهدين بهذه الصباحات الطيبة والخيرة، وشاهدنا رعد مجددا من هذه المدينة الأسطورية إن صح القول، البتراء، المدينة الوردية. وممكن احنا صباحا تحدثنا انه ابرز ما يميز مدينة البتراء عند وصولنا الى هذه المدينة الوردية السيق، الخزنة، لكن هناك مواقع متعددة طبعاً. لكن هذه ابرز المواقع التي تحدثنا عنها على سبيل المثال على سبيل الحصر. حاولنا اكيد نغطيها هيك طبعاً. بفترة يمكن قليلة وقصيرة، ولكن صحيح. اللي بده يقدر انه يروح يشوف البتراء بكل معالمها. اكيد البتراء موجودة وحاضرة، واللي اليوم بنحتفل احنا بذكرى تتويجها احدى عجائب الدنيا السبع. مستكملين فقراتنا لهذا الصباح ومع الاستراتيجيه الوطنيه من عام 2019 الى عام 2025، الله يعطينا الصحه طولة العمر. وهذه الاستراتيجيه الوطنيه للشباب اللي تطلقها اكيد وزاره الشباب بكره راح يكون اطلاقها، واليوم راح نعرف تفاصيل اكثر من خلال ضيفتنا لهذا الصباح رئيسه قسم الاعلام في وزاره الشباب اماني المجالي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. زي الفل، كيفك يا اماني؟ تمام، اهلا وسهلا. صباحك سعيد، شرفتينا بقدومك. استراتيجية وطنية للشباب، وأشدنا بدور وزارة الشباب بكرة عمل حقيقة خلال الفترات الماضية من المبادرات والشراكات العديدة، لكن الآن نتحدث عن عمل مؤسسي حقيقة. وسعيدين عندما نستمع إلى استراتيجية، يعني اشتقنا أيضا للاستماع إلى استراتيجيات على مستوى العمل الشبابي. الرسالة، الرؤية، الهدف من خلال هذه الاستراتيجية التي ستنطلق غدا بإذن الله تعالى. تفضلي. أول شيء سعدت صباحكم. أهلا وسهلا. وبداية بدي أشكركم على مواكبتكم للبرامج والفعاليات اللي بتنظمها وزارة الشباب. بكرة إن شاء الله رح نحتفل نحن وكافة شركاء العملية الشبابية في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب للأعوام 2019-2025. هاي الاستراتيجية رح تنطلق برعاية وحضور دولة رئيس الوزراء. الاستراتيجية الوطنية للشباب تنطلق برؤية شباب أردني الهوية والانتماء وعالمي التفكير. هدفنا من هاي الاستراتيجية أو رسالتنا من هاي الاستراتيجية هو تمكين الشباب. لما نحكي عن تمكين الشباب، يعني تمكين الشباب سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا، تنمية مهارات الشباب، بناء جيل من الشباب قادر على الإبداع، قادر على الابتكار، قادر على المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والحياة المدنية بفعالية في المجتمع. يعني بدنا نعرف يمكن أكثر عن المحاور أماني، ولكن لما بنحكي عن استراتيجية وطنية للشباب، إذا الشباب هم اللي وضعوها، صح، هم اللي عم بفكروا شو حابين يكون دورهم بهاي البلد من كل التفاصيل اللي ذكرتيها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. احكي لنا عن قد ايه عدد الشباب اللي شاركوا بوضع هاي الاستراتيجيه، وكيف كان يعني كيف تم اختيارهم ليشاركوا وزاره الشباب بهاي الاستراتيجيه؟ لما بلشنا نشتغل على موضوع الاستراتيجيه كان الاهم عندنا هو الانصات للشباب او الاستماع للشباب. ليه؟ لانه الاستراتيجيه لازم تعكس القضايا والتحديات اللي بواجهها صحيح. الشباب. الاستراتيجيه هي عباره عن محاور، هاي المحاور لازم تعكس شو الشباب بدهم، صح. شو الشباب بدها من الحكومه، ايش الحكومه بدها من الشباب، ايش الشباب التحديات اللي بواجهوها بكل منطقة. مثل ما بتعرفوا كل محافظة لها طبيعة معينة، في قضايا بتهم الشباب تختلف من كل محافظة للثانية. فالآلية اللي اتبعناها أنه اعتمدنا على الدراسات المسحية، تقريبا أكثر من 100,000 شاب وشابة شاركوا بوضع محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب، شاركوا بوضع رؤاهم، قضاياهم، تحدياتهم، المشاكل اللي بواجهوها. بعدها فريق من الخبراء والمعنيين درسوا هاي المحاور اللي حطوها الشباب او القضايا، وشافوا ايش القضايا اللي حازت على الاولويه الاكثر للشباب الاردني، وبناء عليها تم وضع محاور الاستراتيجيه الوطنيه للشباب. طبعا هذا الشيء ما بيغني عن انه تم عرض مسوده الاستراتيجيه الوطنيه للشباب لكافه شركاء العمليه الشبابيه من مؤسسات وطنيه عامله مع الشباب، من منظمات، من جامعات اردنيه، من تم اللقاء مع اكثر من مره مع عمداء شؤون الطلبه، مع الشباب الرياديين، مع مجموعات بؤريه للشباب من كل محافظات المملكه. بناء عليها تم يعني وضع الاستراتيجيه. جميل. بمحاورها. اذا استاذه اماني احنا عم نشوف كمان البتراء، صحيح، بالاضافه لفقرتنا مباشره اكيد من خلال كاميرا الزملاء المتواجدين. جميل. حاليا بالبتراء. العوده الى ضيفتي هنا، استمعت حقيقه الى معالي الدكتور محمد ابو رمان وزير الشباب والثقافه، وهنا كان
استضافة عبر إحدى برامج مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الشاشة الوطنية الأولى، تحدث عن استراتيجية، كلام جميل، كلام واقعي، كلام مهم. تحدثت عن جزئية على غاية الأهمية، نستمع للشباب. صحيح. وننصت للشباب. صحيح. ونستمع نحن لنتعلم، وقد يكون هناك سؤال لنجيب. هل ستبقى فقط الدراسات والاستراتيجيات حبيسة الأدراج، أم أن هناك إرادة حقيقية للتطبيق والإسقاط على أرض الواقع وحسب أولويات من وضعها وهم الشباب من خلال هذا الجهد الجماعي؟ صحيح. الاستراتيجية الوطنية للشباب هي ما راح تكون إن شاء الله حبر على ورق، هي لها خط زمني لتنفيذ كافة محاورها. تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب. هاي اللجنة راح تعمل على تزويدنا بتقارير ربعية. جميل. بتبين قدي مدى التنفيذ، قدي حجم الإنجاز، قدي أنو المشاريع اللي تم تنفيذها، وين في تحديات، وين في نقاط ضعف، وين في نقاط قوة. هاي كلها اللجنة راح تقدمها. هاي راح تساعدنا لقدام، أنه طبعا الاستراتيجية هي مش شيء يعني منزل، هي أكيد فيها أكيد في تعديلات ممكن أنه يصير عليها حسب بالزبط. الوضع وحسب التغييرات اللي والتطورات اللي ممكن تنشأ سريعا. بس أماني المحاور بشكل سريع إذا بدك تذكر لنا إياهم، وإذا في أشخاص حابين أنهم يعرفوا كل تفاصيل الاستراتيجية الوطنية وين ممكن أنهم يدخلوا. صحيح. محاور الاستراتيجية سريعا هي 7 محاور رئيسية. إحنا بنحكي عن الشباب والتعليم والتكنولوجيا، بنحكي عن الشباب والأمن والسلم المجتمعي، بنحكي عن الشباب والريادة والتمكين الاقتصادي، الشباب والمشاركة وسيادة القانون، الشباب والقيادة، الشباب والصحة. هاي المحاور هي صلب عمل الاستراتيجية، بندرج تحتها مجموعة من المشاريع. كل مشروع طبعا كل مشاريع كل محور له مجموعة من المشاريع الخاصة فيه. هلا هاي الاستراتيجية راح تطبق طبعا بالتعاون مع شركائنا في العملية الشبابية، من وزارات، من مؤسسات وطنية عاملة مع الشباب، من منظمات دولية، أيضا من مؤسسات مجتمع مدني، لأنه ملف الشباب هو ملف وطني، هو مش ملف وزارة الشباب لحالها. لو نحكي على شباب الصحة شريك معنا الصحة، شباب التمكين السياسي شريك معنا وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، فهو ملف وطني يعني يهم كل مؤسسات. وين بيقدروا يطلعوا عليها؟ هلا الشباب طبعا احنا كده بندعي الجميع لمشاركتنا بكره في اطلاق استراتيجية وطنية للشباب. الاستراتيجية موجودة حاليا على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة الشباب، على موقع الرسمي الخاص بوزارة الشباب، طبعا موجود الملخص اللي ملخص الاستراتيجية كاملة. بالمناسبة بدي اتحدث بالختام، بختام هذه الإضاءة، كل شاب وشابة هو نخبوي بموقعه بمكان عمله، سواء بالعمل التقني المهني أو الأعمال المختلفة بمختلف الصروح الأردنية. نتمنى التوفيق لكم، نتمنى التوفيق لشبابنا طبعاً. وشاباتنا أيضا هم شريك رئيسي، لا بل هم بالمقدمة. انت حدثنا عن المحاور كما أشرتي لها. كل التوفيق لكم أكيد. أماني المجالي رئيسة قسم الإعلام في وزارة الشباب، كل الشكر لك. شكراً. بقدومك. إذا أعزائنا إلى فاصل قصير، وبعد ذلك متواصلين ألكسندرا وضيوفها الكرام بآخر فقراتنا بهذه الصفحات، فابقوا معنا. بدنا نودعك مش حم احنا. لا، ما زال الختام هناك. الختام لا أعلم، هنا عند الأستاذ حسين. على كل حال. أهلاً وسهلاً.